السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم أمام هذه الشاشة المباركة. وأسأل الله رب العالمين كما جمعنا في هذه الدقائق المعدودات على أخلاق نبينا ومع أخلاق حبيبنا صلى الله عليه وسلم على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة على حوضه صلوات ربي وتسليماته عليه، وأن يرزقنا وإياكم من يديه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ما أحلى الكلام عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولم لا؟ فهو أسوتنا وقدوتنا ومثلنا الأعلى صلوات ربي وتسليماته عليه. وها هي القلوب ورب الكعبة يعني تحترق ظمأ لرؤيته صلوات ربي وتسليماته عليه، وللسماع منه بل وللسماع عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وها نحن أيها الأفاضل في هذا البرنامج نطوف حول شمائله العطرة وحول أخلاقه الزكية، حتى تكون لنا أسوة وقدوة نمضي عليها إلى أن نلقاه بإذن الله سبحانه وتعالى على الحوض. ونسأل الله رب العالمين أن يحيينا وإياكم على سنته، وأن يتوفانا على شريعته، إنه ولي ذلك ومولاه. واسمحوا لي في أول اللقاء أن أتقدم بالترحاب لرفيق الدرب وحبيب القلب أبي مهند الدكتور عماد قدري. يا مرحبا الشيخ. مرحبا بكم شيخنا، الله يحفظكم يا رب ويسعدكم. ربنا يبارك فيك وينفع بك المسلمين. اللهم أمين بكم شيخنا. دكتور عماد، نحن ما زلنا بفضل الله رب العالمين نطوف حول شمائل نبينا صلى الله عليه وسلم الخلقية، وقد تكلمنا في الأسبوع الماضي حول شمائله صلى الله عليه وآله وسلم، وحول صفة وخصلة من خصاله صلوات ربي وتسليماته عليه التي كانت ملازمة له، ألا وهي خصلة التواضع. وصفة التواضع كانت في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. تكلمنا وقلنا ما يسر الله لنا أن نتكلم فيه، حتى أكون منصفا ما قلنا كل شيء في تواضعه. وجئنا الليلة حتى يعني نتكلم عن بعض الصور وبعض النماذج من تواضعه صلوات ربي وتسليماته عليه. عاوزين نعرف الشيخ ونطوف الليلة حول تواضعه مع نسائه، تواضعه مع أصحابه، تواضعه حتى مع مخالفيه، تواضعه حتى مع كل من يحيطون به. فنريد أن نسمع وأن نروي الأذان حول تواضع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبداية مرحبا بكم شيخنا وبالسادة المشاهدين، أسأل تعالى أن يبارك فيكم وفيهم. الله أمين، اللهم أمين، وأن يجمعنا دائما على طاعته. أمين، اللهم أمين. طبعا شرف لنا أن نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وأيضا كذلك شرف للمستمع أن هو يستمع لما يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فهو أسوتنا وقدوتنا، وهو سيد البشر صلى الله عليه وسلم. وكما تفضلتم شيخنا، يعني حلقة الأسبوع الماضي تكلمنا عن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، والآن مع بعض هذه الصور لنرى يعني كأنه رأي عين كيف كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق. ما فيش حد يا شيخنا يفكر إن محاسن الأخلاق سهلة، لا، حسن الخلق شيء عسير ثقيل. والله نعم، ثقيل جدا. والله ثقيل جدا شيخنا. لما تنظر إلى عظم جزاء محاسن الأخلاق تعرف قيمتها حقيقة. نعم. سهل جدا ان الناس يعني ايه كيف تنجو؟ قال
الناس يأخذون حقوقهم وأنت لا تسأل عن حقك. تمام؟ أو كيف أعيش مع الناس؟ قال أعطي الناس حقوقهم ولا تسأل عن حقك. يأخذون من مالك ولا تأخذ من أمواله. ومن الذي يقدر على هذا؟ قال وليتك تسلم. كمان كانت محاورة بين أحمد بن حنبل وحاتم الأصم. خلاص؟ يعني الأمر ليس بالإيه؟ ليس بالسهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش بتواضع جم كما رأينا وسنرى بإذن الله تعالى. وطبعا حلقتين في التواضع مش كفاية. بل كل خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حلقة أو اثنين فيه حقيقة يعني إيه؟ نحن فقط نذكر من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. داخل البيوت اليوم بنرى يعني أشياء ما كانت لترى. ترى مثلا الرجل يتفاخر على امرأته والمرأة، طبعا الكلام ده في حالة الخصام، في حالة المشاكل، في حالة الرضا ربما الكلام ده يختفي شوية. إنما يعني لما تحصل خصام أو يحصل شيء يبتدي يقول لها أنا ما كانش هي الجوازة دي أصلا، أنا غلطت إن مش عارف إيه. هي تقول له أه ما أنت كان متقدم لي ست سيدك وأنا اللي يعني قلت أنت مش عارف إيه، وتلاقي إيه، طب أنت لماذا يعلو بعضكم على بعض وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الرجل لما تزوج هي جزء منك، حتى أن غالب الرجال لا يتجملون إليها. نعم شيخنا، جعل بينكم مودة ورحمة لتسكنوا إليها. شيخنا المرأة هي السكن الحقيقي، سكن الحيطان. أي والله الحيطان دي عمرها ما بتسعد حد. نعم. الإنسان يسعد بالشخص. وعلى فكرة شيخنا عموما دعوة الإسلام كلها قائمة على بناء الإنسان مش على الحيطان خالص. النهاردة شيخنا انت بتشوف مثلا يعني معلش هنخرج دقيقتين ونرجع بسرعة كده، بناء المساجد، يبني مسجد يكلفه 5-6 مليون ويزخرف ويركب رخام وجرانيت ويجيب تكييفات ويعمل مش عارف ايه، وممكن يكون عنده امام المسجد نفسه اللي بيقرا القران فقير او محتاج ما يديلوش جنيه. لا يقول لك احنا بنينا مسجد. يا حبيبي القصه مش كده. النبي صلى الله عليه وسلم كان في دار ابي ايوب مكونه من طابقين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لو عايز يبني مسجد دورين كان بنى مسجد دورين. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقي اموال المسلمين في الحوائط. نعم. لدرجه ان الاعرابي نفسه جه ما خدش باله ان ده مسجد اصلا فبال فيه. إنه سلم أعطى صفوان 100 من الإبل بابن إنسان، أعطى رجلا غنما بين جبلين، فذهب إلى قومه وقال يا قوم أسلموا. ليه؟ لأن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. سلم بيبني إنسان. فبناء الحيطان ده عمر السعادة ما كانت مرتبطة بالحيطان أبدا. فالمرأة هي سكن الرجل وهي جزء منه، والميثاق الذي بينهما ميثاق غليظ. لما الكبر؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعيش مع نسائه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب ويلاعب، وهذا من التواضع، حتى لو كان في أشد الأوقات أو في الأوقات العصيبة كوقت القتال مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم مع الجيش اللي طالع يحارب ده مش عارف هيرجع ولا لا. شيخنا صح ولا ايه؟ نعم. وبعدين طبيعي جدا ده لو معلش لو شغال شغل صعب شوية بتبقى أعصابه مشدودة، ما بالك ده واحد طالع يجاهد أو يقاتل في سبيل الله عز وجل. نعم. يقول للجيش يتقدموا، ثم يقول لزوجته، شوف بقى التواضع، وهذا هو القائد. نعم ده قائد الجيش، القائد الأعلى. نعم صلى الله عليه وسلم. تعالي أسابقك، تعالي نعمل مسابقة أنا وأنت. نعم صلى الله عليه وسلم. فتقول فسابقته فسبقته. طيب طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما تكلم بعض أهل العلم لو أراد أن هو يسبق عائشة كان سبقها، ولكن تركها حتى تسبقه، وهذا من تواضعها أيضا جبرا لخاطرها حتى تسعد صلى الله عليه وسلم وتحس أن هي عملت حاجة. أنت عارف المرأة لا عقلية معينة، مش بنقدح في النساء يعني، مش عايزين مشاكل، خلي بالك مش عايزين مشاكل يعني لا من الداخل ولا من الخارج. تمام؟ فهي انه سلم المرأة لا عقلية معينة، انه سلم ينزل لعقل المرأة. الشيخ ابو اسحاق الحويني في شرائط ليلة في بيت النبي تكلم عن النقطة دي، ان انت تنزل لعقل المرأة وتعيش معها المرحلة العقلية اللي هي عايشاها حتى تسعد بك وتسعد بها. نعم. هي امكانياتها كده خلاص. في المرة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم هي تقول فتركني حتى غشياني اللحم ونسيت، تخنت شوية ونسيت الموضوع في غزوة، ويقول للجيش تقدموا تعالي أسابقك. تقول فسابقته فسبقني، جعل يضحك صلى الله عليه وسلم ويقول هذه بتلك هذه بتلك. النبي صلى الله عليه وسلم من في هذا المقام العالي، هذه زوجته، ينزل لها يداعبها يسابقها. والله يا شيخ عماد البيوت اليوم في أمس الحاجة إلى هذه الأمثلة. نعم شيخنا والله. كيف يعامل الزوج زوجته. نعم. وكيف يتواضع الزوج مع امرأته. نعم. مفيش أي حواجز بينه وبينها. تيجي في مشكلة مثلا شيخ عماد
بين زوجين تقعد تصلح، اصل هو قال لي، اصل هي قالت لي. يا حبيبي ده كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، كان يتواضع لزوجته، وكان مفيش اي حواجز بينه وبين امرأته صلوات ربي وتسليماته عليه. كان من اللطيف ان عائشة رضي الله عنها كانت لما تزعل بس من النبي كده او تاخد منه موقف لا تهجر الا اسمه، اسمه نعم، تقول لا ورب ابراهيم. لكن لو ما بقى ترجع لمجراها تاني بقى وخلاص في حالة الرضا تقسم بربه وتذكر اسمه صلوات ربي وتسليماته عليه. شيخنا الشيخ عماد، حياة نبينا صلى الله عليه وسلم تعتبر عن يعني تواضع يمشي على الأرض. يعني حتى الصحابة الكرام، يا كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما كان شخص أحب إليهم، هكذا قال أنس، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لا يقومون إليه. طب ليه؟ ده سيد الخلق، ده سيد الأولين والآخرين، هو سيد ولد آدم صلوات ربي وتسليماته عليه، وهو الوحيد الذي أقسم به رب العالمين في القرآن كله من البشر، وقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. بل ما قال له رب العالمين في القرآن أبدا: يا محمد، إما يا أيها النبي أو يا أيها الرسول. عظيم شأنه صلوات ربي وتسليماته عليه في الملأ الأعلى وفي الأرض بين الناس، ورغم ذلك كان يكره أن يقوم له أحد. هذا من اللطيف. أنت ترى الآن بعض الناس لو لم رأى أن الناس تعظمه وأن الناس تعتني به وأن الناس تقوم إليه وتقوم له في المجالس يغضب، نعم، وتبقى كبيرة جدا في نفسه ويتأثر ويزعل، وشاف ان دول الناس مش محترمين. والله بتوصل لكده يا شيخ. نعم، حقيقة. يعني شوف، نعم، سيدنا النبي كما قال انس بن مالك: لم يكن شخص احب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وكانوا اذا راوه لا يقومون اليه. تخيل النبي يبقى داخل والصحابه قاعدين زي ما هم يسلم عليهم، هم قاعدين. نهاهم اصلا صلى الله عليه وسلم، نهاهم عن ذلك. نعم، هو انس بن مالك اتمم الروايه وقال: لا يقومون له لانهم يعلمون انه يكره ذلك. نعم. وقال صلى الله عليه واله وسلم: من اراد ان يمتثل أو يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. نعم. الذي يريد أن يقوم الناس له وأن يكون الناس يعني يقفون له ويعظمون له، في فرق يا شيخ حماد برضو، مش عاوزين برضو المشاهد الكريم يفهم أن أي إنسان، احنا برضو عندنا في الريف أن أحيانا من السلو بل ومن الأدب ان لو اي حد دخل على اي قعده يقف، من الادب الناس بتقف. نعم. طيب، هل معنى الحديث ده عم الشيخ حد يقول لي كده ان انا لو انا دخلت في مكان والناس وقفوا سلموا علي، هل ينطبق علي هذا الحديث قطعا؟ لا. ليه؟ كلام رسول الله مقيد. نعم. الذي يريد. نعم. والذي يحب ذلك. الامام احمد رحمه الله عليه دخل يوما على ابن ابي المثنى، فلما دخل عليه فقام للامام احمد، فقال الامام احمد: اما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار؟ فقال رحمة الله عليه: إنما قمت لك وما قمت إليك. فاستحسن الإمام أحمد والله من جميل ما قال. والله قال: إنما قمت لك وما قمت إليك. أنا أقيم لك أنت، أنا ده احترام مني ليك. طيب، يعني مش كل حد يا شيخ عماد الناس بتقف له وبدأت تطبق الحديث. لا لا لا، اللي بيزعل واللي بيأمر الناس بذلك. عشان كده بعض مشايخنا النبلاء في هذا الزمان، يعني جزاه الله خيرا، كان بينهي وكان عفوا كان ينهى ان الطلبة تقوم للأستاذ عن عمد وعن قصد. يعني احنا كنا زمان في المدرسة الأستاذ يخش كله يقف، ده لا، لو ان هذا من باب الاحترام من الطلاب لا بأس به، لكن ان يأمر الأستاذ وان يغضب وان يعاقب من لم يقم اليه من الطلاب هذا لا يجوز، بل ينطبق هذا الحديث عليه كما قال بعض مشايخنا المعاصرين بارك الله في مشايخنا وعلمائنا. طيب يا شيخ عماد، يأتي أحد ويسأل ويقول: النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب أبدا أن يقوم الصحابة إليه. نعم. أن يقوم الصحابة إليه. طيب، يقول لك: طب يا عم الشيخ، أنت في الحديبية الصحابة صنعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما هو فوق الخيال بمراحل. صحيح صحيح، نعم، وتركهم عن عمد وعن قصد. عن قصد، نعم. يعني نعم. تخيل، هو الذي كان يكره أن يقوموا إليه في المجلس لكنه تركهم أن يفعلوا ذلك. ماذا فعلوا؟ عروة بن مسعود الثقفي كان من ثقيف، بل وكان سيد ثقيف. هو الذي
مقصود بقوله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. نعم. القريتين مكة والطائف. الرجلين الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود. عروة ده جيل النبي كان رجل ذو وجاهة، رجل له قيمة كبيرة جدا بين العرب، فقعد وشاف الصحابة بقى دول هم دول اللي كانوا فقراء وكانوا يعني ما لهمش أحساب ولا أنساب. نعم. فقال كلمة، قال يا محمد والله ما أرى حولك إلا أوباشا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. نعم. يعني تخيل بيوصف الصحابة بوصف صعب جدا، ما أرى حولك إلا أوباشا من الناس خليقا أن يفر ويدعوك، مع أول ضربة ألم مش هتلاقي ولا واحد خلاص. مع أن إيه والله يا شيخ عماد، شوف الكبر والبطر، يعني هذا الرجل الذي يتكلم يتكلم الآن في العام السادس، وقد أرغم رسول الله أنف قريش أمامهم في غزوة بدر وفي غزوة أحد وفي غزوة الأحزاب، وما زال الكبر في قلوبهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء عروة يا من يعني تستهزئ بهم، لأن عروة أسلم رضي الله عنه بعد ذلك. نعم. لكنني أتكلم الآن عن هذه المرحلة، هؤلاء الذين يعني تسخر أنت منهم. أذلكم الله على أيديهم. أذلكم الله على أيديهم. نعم صحيح. وما فر وما فر ولا مرة أبدا، يعني ما فيش هروب أصلا يعني. رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. كانوا مع رسول الله في كل الأوقات، قتلوا كباركم وأسروا رجالكم ويعني فعلوا ما فعلوا. فأنت ورغم ذلك ما زاد الكبر في قلوبهم. نعم. قالوا يا محمد، عروة بن مسعود قال ما أرى حولك إلا أوباشا من الناس خليقا أن يفر ويدعوك. فرد عليه أبو بكر وقال أنحن نفر وندع؟ بقى انت جاي النهاردة تتكلم يا عروة في سنة 6 هجرية، ده احنا سيبنا أولادنا وسيبنا عيالنا وسيبنا كل ما نملك عشان نخرج معه، نخرج ننصره. نعم. تيجي بعد ده كله تقول ونصرناه. نعم. أحسنت. وبعد كده جاي تقول أنحن نفر وندع؟ أمصص بذر الله، كلمة عند العرب من أكبر ما تكون. نعم. وكلمة تملأ الفم كما. نعم. كانوا يقولون. الشاهد من هذا كله بعد سجال وبعد حوار طويل عاد إلى قومه، هو ده الشاهد بقى. نعم. فقالوا ماذا صنعت يا عروة، عملت إيه مع محمد واللي قاعدين معاه؟ قال يا قوم والله لقد وفدت على الملوك، يعني بلغة النهاردة كده راجل دبلوماسي. راجل سفير خارجي، سفير. نعم. بيتكلم باسم الدولة في كل مكان في العالم. وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، ووالله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم قال والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم محمد النخامة إلا وقعت في كف أحدهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على ماء وضوئه، وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره ولا يحدون النظر إليه. في رواية أحمد قال عروة ولقد رأيت أقواما لا يسلمونه إلى أي أذى أبدا. طب دلوقتي يا شيخ أنا قدامي نصين، النص الأول بيقول كان رسول الله ينهاهم أن يقوموا له صلوات ربي وتسليماته عليه، والنص الثاني مشهد بديع واللي هو وقع في الحديبية. نعم. الجواب على هذا يا شيخ عماد، هذا الذي وقع في الحديبية لم يكن من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. مطلقا صلوات ربي وتسليماته عليه، إلا أن الصحابة كانوا يتبركون بأثره صلوات ربي وتسليماته عليه، لكن هذا المشهد أراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن يرسل رسالة إلى قريش. فأنت الآن في حلبة السياسة. نعم. فأنت الآن في حلبة السياسة، وأراد نبينا صلى الله عليه وسلم وكان في حالة حرب. نعم. فأراد أن يبين لقريش الصحابة الذين معه، ويبين لقريش عزتهم به وبأنه معه أناس لن يتركوه أبدا صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم. هذا شيخنا في نقطة هنا غاية في الأهمية، من الممكن أن تخدم القائد وأنت له محب، ومن الممكن أن تخدم وأنت له مبغض أو كاره. أنت في الحالتين هتخدمه، بس القصة عندي في إيه دلوقتي مشاعرك أنت إيه. إنه سلم كان الصحابة يخدمونه. نعم. ويحبونه. شوف سيدنا أنس بن مالك. نعم. قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. نعم. فما قال لي أف قط صلى الله ولا صلى الله. قال لي لشيء فعلته لما فعلت هذا، ولا لشيء لم أفعل لما لم تفعل هذا. طب سيدنا أنس بن مالك كان غلاما صغيرا. نعم. يعني رايح للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أصلا غلام صغير. سيدة أم سليم أمه. نعم. قالت له أو أشارت عليه أن يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي أولا طبعا يكون قريبا من بيت النبوة، ولكي يتعلم، ولكي يذكر بعد ذلك،
وفعلا بالفعل احاديث كثيره جدا. عشان كده نعرف يا شيخ عماد ان الام فعلا مدرسه. طبعا شيخنا نوصل لما اسر الى انس رضي الله عنه يوما بحديث، وكانت من او بامر فكان من عاده ام سليم لما يرجع ابنها من عند قول لي عملت النهارده، عملت ايه النهارده؟ خلاص كثير من الامهات يفعل هذا، تعالى يا ابني احكي لي ايه اللي حصل. خلاص طبعا الزمن المتاخر ده يعني غالب الام، مش غالب يعني، كثير من الامهات ما عادتش فاضيه من الفيسبوك، قاعده طول النهار بتتصفح، لا بتذاكر. طبعا شيخنا لا بتذاكر. شيخنا نعرف ازواج بيبقى هو في اوضه وهي في اوضه، وهو عايز منها كوبايه شاي يبعت لها رساله واتساب، انت معايا؟ وترد عليه برضه واتساب، ما يستبعت له ايموشن مثلا بكوبايه شاي ولا حاجه، يبقى كده ايه خلاص يعني. العلاقات داخل البيوت بتقطع ببرامج، هذه ليست تواصل، ده تفاصل، تقاطع. تقاطع فعلا شيخنا والله. وبعدين برامج مجانيه، مفيش احنا من يعني اللي نعرفه ان الغرب ما بيديناش حاجه مجانيه. مواقع تدابر، مواقع تحاقد، مواقع تحاسد. للاسف والله شيخنا. اي والله للاسف. نسال الله السلامه. الام النهارده اصبحت شيخنا مشغوله عن الولد. لا ام انس تقول له ايه سمعت ايه النهارده؟ ايه اللي حصل النهارده؟ فكان يقص لها ما جرى. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اسر لي بامر. طبعا دي لو ام بتوع النهارده تقول له ايه؟ عيب، ده نمك حبيبتك. قال لك ايه؟ ما تخافش، سر مش هقول لحد. قالت يا بني اياك ان تخبر احدا بسر رسول الله. يا سلام على الام العاقله. نعم شيخنا. حتى ثابت البناني تلميذ انس قال يا ثابت الذي روى عنه الحديث كان ده مش مجرد راوي، سيدنا انس كان يحبه. نعم كان يحبه حبا جما. نعم كان يحبه حبا جما. قال لو اخبرت احدا لثابت لاخبرته. نعم شيخنا الله يفتح عليك. بعد ما النبي مات بمراحل مات انس بن مالك ومعه سر رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما له صلوات ربي وتسليمه وحفظا لوصيه امه. نعم وحفظا لتربيتها التي ربته. نعم. على حفظ هي وضعته عند سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده الصح اللي عايزين نخرج بيه النهارده اللي لازم من الكلام ده. نعم. ان الام فعلا عليها عامل كبير جدا جدا شيخنا في تشكيل مستقبل الولد. شيخنا هم لما ارادوا تدمير النشأ ما جوش على النشأ دمروه، قال لك دمر الام وبعد كده خلاص سيبهم مع نفسهم بقى. خلاص انت دمر المصنع واتفرج على الانتاج. نعم. هو ده اللي حصل شيخنا. ولذا يعني ايه الشاعر يقول الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيبا اعراقش. صحيح. يبقى هي دي الايه. فسيدنا انس بن مالك يصف، انا عمره ما قال لي اوف. اديك اضافه بسيطه فضل شيخنا. معلش يعني على العين والراس. الله يبارك فيك. لو فتشت انت شيخ عماد في كتبنا وفي تراثنا في سير القاده. نعم. والزعماء والائمه على سبيل المثال يعني اديك حاجه واحده بس. تفضل. الامام البخاري. نعم. من الذي جعل اسمه يدور مع الشمس والقمر؟ مين اللي حط رجليه على الطريق؟ امه لم يرى اباه. نعم. ده ابوه مات هو كان صغير عنده سنتين تقريبا. نعم صحيح. لكن الام لو تعقبت يا شيخ عماد سير القاده والفاتحين والعلماء الام سترى ان الام عشان كده كما ذكرت الغرب الان حينما اراد ان يدمر الاسره المسلمه يعمل الان على تدمير الام. نعم. وعلى ان يفرغ عقل الام من كل الاولويات في التربيه. نعم. ولا حول ولا قوه الا بالله. نعم شيخنا. فانس بن مالك يقول ما قال لي اف قط، عمره ما قال لي اف، ودي اقل. نعم. ما يقال، عمره. نعم. زعل. طب هل سيدنا انس ما كانش بيغلط؟ نعم كان بيغلط. سيدنا انس كان غلام صغير، من الطبيعي. نعم. جدا ان يغلط، ومع ذلك هو بيستغرب اصلا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش كده، ولا عملت ده ليه ولا ما عملتش ده ليه. هذا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كان في قمه التواضع. سيده عائشه لما قصت عليه قصه او حديث ام زرع. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم حديث على طوله نصر قعد وسمع كله. والله ده سبحان ما الله. ما قالهاش انا مش فاضي. او انا مشغول او انا مصدع او يعني طب قسميه. وخلي بالك يا شيخ عماد يعني قمه سعاده المراه واظن ان الاخوات يعني سيوافقون على هذا ان تجد من يستمع اليها. نعم. دي قمه سعاده المراه. المراه طبيعي يا شيخنا. نعم. هي تحب اصلا ان تكثر من الكلام. هي ده طبيعه فيها مش عيب. انت معايا يعني. واحد مره بيقول كائن اذني. لا ما شاء الله يعني. واحد كان مره بيقول مراتك كثيره الكلام، فواحد تاني قال له طب مين اللي عنده واحده قليله الكلام؟ ما هو كله كده. خلاص سيده عائشه امراه. نسال الله ان يبارك في نسائنا. اللهم امين. ونسال على الكلام ده خف عليهم. الله يبارك فيك. حديث ام زهره حديث طويل تمام. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف زوجته عايز تتكلم، وده التواضع. نعم. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم منشغل بحروب، بقتال، باعداد جيوش، بفتاوى، بقرآن ينزل عليه، بصلح، بشفاعات يقدمها أو يسعى فيها. صحيح. إنه صلى الله عليه وسلم مشغول بالإحسان إلى الجيران وإلى الأهل ومع ذلك
زوجته عايزه تتكلم اتكلمي. وفي النهايه النبي صلى الله عليه وسلم سمع، يعني خلي برضه النبي صلى الله عليه وسلم لما ختم الحديث بقوله كنت لك كأبي زرع، يعني النبي ما سمعش لأم زرع، لا ده كمان يعني ذكر افضل مثل نعم. فيهم يعني حتى ام زرع طلقت من ابي زرع نعم. ورغم ذلك قال لها كنت لك كأبي زرع اللي ام زرع، وفي روايه ولكني لا اطلقك تمام. فبشرها برضه يعني عشان ايه الموضوع ما يطلعش على العموم يعني صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينصت من التواضع، النبي صلى الله عليه وسلم عنده قضيه عايزه تتحل زي قضيه كما تفضلتم في صلح الحديبيه لما امر الصحابه ان يحلقوا رؤوسهم وان يتحللوا وان يرحلوا الهدي ما قام احد. فالنبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه ان هو تكلم مع السيده ام سلمه وقال لها اعمل ايه في القصه دي. النبي صلى الله عليه وسلم معه ابو بكر وعمر في الجيش يا شيخنا نعم، معه ابو بكر ومع عمر مع كبار الصحابه نعم. وكان ممكن ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج واستشار احد هؤلاء الاكابر كان نعم. ممكن بس صحيح. شوف برضو التواضع ان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي الى زوجته يستشيرها، وكانت دي على فكره دي عاده من عادات النبي صلى الله عليه وسلم انه يستشير نعم. مع انه مؤيد بالوحي. إن عشان كده حتى بعض الصحابه زي الحباب بن المنذر لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بدر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا الحباب قال له يا رسول الله هذا منزل انزلكه الله ام انها الحرب والمكيده؟ والمكيده نعم. نعم قال له لا دي الحرب والمكيده، وده من ادب سيدنا الحباب بن المنذر. قال له لا يبقى احنا نغير، احنا بقى نطلع احنا قدام الميه تبقى ورانا نعم. فنشرب ولا يشربون ونهدم الباقي. بالمناسبه أنا ذكرني الله بأثر نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما كان أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ذكرني الله به الآن نعم. ما كان أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يشاور، هو الذي يؤيد بالوحي نعم. ولكن إعمالا لقوله صلوات ربي وتسليمات عليه وشاورهم في الأمر نعم. إن شاء الله شيخنا لعلنا في برنامج نبينا نتكلم حلقة عن خلق الشورى عند نبينا نعم صلى الله عليه وسلم. يعني تصور ينزل عليه الوحي نعم. افعل ولا تفعل، ورغم ذلك يشاور أصحابه نعم. ويسمع كلام أصحابه، بل وشاور امرأته صلوات ربي صلى الله عليه وسلم وتسليماته عليه. ما أحلى تواضع نبينا والله. نعم نعم والله شيخنا نعم أحسنتم. الشيء بالشيء يذكر نعم. حضرتك تكلمت عن أبي هريرة راوية الإسلام، راوية الإسلام ومفخرة هذه الأمة نعم. لما يكون عندي شيخنا إناء ماء أو إناء لبن، أول واحد يشرب مين؟ النظرة بتاعتنا احنا إنه سلم نعم صح صحيح. إنه سلم ما ينفعش حد يسبقه، لا إنه سلم قدم أبا هريرة على نفسه في الشرب. طب تسيبك من أبا هريرة معلش أبا هريرة يمكن لعله كان مسلما وكان من أهل الصفة نعم. وكان فاضلا وكان ملازما لرسول الله صحيح. دعك من أبي هريرة، لا ده في حاجة يا شيخ عماد يعني شيخ. قلناها قبل كده تقريبا في أول حلقات، يعني عامر بن فهيرة ده كان راجل، عامر بن فهيرة وعبد الله بن أريقط وكان أبو بكر الصديق نعم. كانوا للثلاثة دول مع النبي في الهجرة نعم. عامر بن فهيرة ده كان خادم أبي بكر رضي الله عنه نعم. عبد الله بن أريقط ده ما كانش أصلا مسلم صحيح. لما نزلوا في خيمة أم معبد وقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاة أم معبد وحلبها صلوات ربي وتسليماته عليه، شرب أبو بكر والله، وشرب عامر بن فهيرة، وشرب عبد الله بن أريقط، وشربت أم معبد، وكان رسول الله آخر القوم شربا صلى الله عليه وسلم. يعني يمكن أبو هريرة يعني أنا بقيت حضرتك نعم بس نعم. بديك مثل أقوى من كده عشان تعرف يعني إن يعني فعلا صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله والله سلام. ما في البرية قط مثل محمد صلى الله عليه وسلم، ما في البرية قط مثل محمد نعم في حسن سيرته وسمح خصاله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وسلم نعم. صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في غاية التواضع نعم. لدرجة شفنا ان هو وهو ينزل وهو الذي انزل عليه القرآن كان ربما طلب من احدهم ان يقرأ عليه، وده شيء الله. مهم جدا على فكرة نعم. وكثير من البلاد تفتقد شيخ، احنا بنشوف بعض المساجد بتشكله خناقة فعلا ممكن تصل الى الايدي، مين اللي يصلي امام؟ صحيح. فمن اللي يصلي يصلي يا عم نعم صحيح. صلي انت النهاردة وصلي بكرة صحيح. او كفاية ان انا اطبق سنة السماع تمام. انه صلى الله عليه وسلم يأتي عبد الله بن ام مسعود، عبد الله بن مسعود، ويقول له اقرأ علي. فعبد الله بن مسعود مستغرب، طب هو انا اقرأ انت الذي بلغتنا القرآن نعم وعليك انزل صحيح يعني طب ما هتجيش ما ينفعش صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال له اني احب ان اسمعه من غيري. الله اكبر. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش انا الرجل الواحد وانتوا كلكم تسمعوا الكلام نعم زي ما ناس كتير بتعملها وما ينفعش تعارضني، لا اقرأ. اقول لحضرتك على شيء على الاقل خالص، النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن إلى أحكام ابن مسعود في القراءة، إلى حسن تلاوته،
عليه وسلم سمع هذه القراءة وأوصى أن يقرأ القرآن بقراءة ابن أم عبد. نعم. صحيح ولا إيه؟ صحيح. فقرأ عليه والنبي صلى الله عليه وسلم استمع بإنصات، مش بقى له اقرأ عليه وسابه ومشى أو قعد كده وبيفكر في حاجة تانية. صحيح. حتى أن القراءة أبكته، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك، وبكى صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من أصحابه، وإلى تلاوتهم وإلى قراءتهم. ما قالش أنا ده نزل عليا، أنا اللي أتلو وأنتوا بس تسمعوا، لا يا شيخنا أبدا. تواضعه صلى الله عليه وسلم يقتضي أنت موجود، تفضل يا شيخ ما تصليش، إيه المشكلة يعني؟ ما في إشكال أبدا. حتى وإن كنت مثلا شيخك موجود أو اللي علمك أصلا موجود، ما فيش مانع إنك تصلي قدامه مرة واثنين وثلاثة، حتى يستقر في قلوب الناس إن أنا لو مت يا جماعة مين اللي يصلي بعدي؟ فلان. إنما لما أنا أموت هم يتخانقوا ويقول لك ما هو مات ولم يخلف أحدا؟ لا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي وكان يؤدب أصحابه ويعلم أصحابه صلى الله عليه وسلم في تواضع جميل. لذا يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يميز نفسه عن أصحابه، بل وكان متواضعا مع أصحابه صلوات ربي وتسليمات عليه. من شدة تواضعه دكتور عماد مع أصحابه أنه كان يردف أصحابه أحيانا معه على الحمار. سبحان الله. العلماء من أصحاب العلماء من أصحاب السير لما يعني جمعوا أسماء الصحابة الذين ركبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار تقريبا زادوا عن 40، حتى أن الحافظ الكبير ابن مندة رحمة الله عليه له كتاب معرفة أسامي أرداف النبي، هكذا يعني جعل كتابا كاملا في أسماء الصحابة الذين ركبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحمار وعلى الدابة. كل واحد منهم له قصة وله حديث أصلا. ووضع هذا في هذا الكتاب. أي نبي هذا أن يوضع حتى أسماء الصحابة الذين ركبوا معه على الدابة صلوات ربي وتسليمات عليه؟ لذا قال ربنا بالمؤمنين رؤوف رحيم، وكان صلى الله عليه وسلم يعمل قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم زي زيك، هو ده اللي عايز أوصله، زي زيك، إن هو عمره بأبي هو وأمي ما كان يميز نفسه عن أصحابه قط. نعم صلى الله عليه وسلم. والله دكتور عماد من أعظم المشاهد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي تأسر قلبي فعلا مشهد هذا الصحابي المبارك جليبيب. نعم نعم. وما أحلاه من مشهد. نعم والله. نعم. جليبيب هذا كان يعني لم يكن ذو نسب ولم يكن مثلا ذو حسب ولم يكن أصحاب الأموال، كان دميم الخلطة كمان، كان دميما كان دميم، وكان يعني الكل يعني ربما يعني نجلس من إلا أنه كان قريبا من قلب المصطفى. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان صلى الله عليه وسلم يحب كثيرا أن يسأل عنه وأن يتفقد أحواله. لك أن تتصور دكتور عماد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحمل هموم الأمة يشفع في زواج جليبيب. نعم. ويتقدم بنفسه صلى الله عليه وسلم لواحد من الأنصار ويطلب منه أن يزوج ابنته لجليبيب. من بيعمل كده يا شيخ حماد؟ أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه وأن يشفع بنفسه لهذا الصحابي يعني الفقير المغمور إلى آخره. سبحان الله. الذي لم يرضى به أحد. هو على فكرة سيدنا نعم. جليبيب تقدم أكثر من مرة. نعم. وكل ما اترفض حتى إنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لأصحابك لا يزوجوني. يعني هو أصلا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي هم ليه مش راضيين حد يجوزني أنا أعمل إيه يعني؟ ورغم ذلك زوجه رسول الله بنفسه. الأجمل من ذلك في غزوة من الغزوات بعدما تزوج جليبيب رضي الله عنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ودارت المعركة وبفضل الله انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الله عليه بالغنائم إلى آخره. خلاص الأمور تمام، فأراد النبي أن يتفقد الجيش فقال هل تفقدون أحدا؟ قالوا نعم فلان وفلان وفلان، فبحثوا عنهم فوجدوهم، فأعاد النبي نداء مرة ثانية هل تفقدون أحدا؟ قالوا نعم فلان وفلان وفلان، فبحثوا عليهم فوجدوهم، ففي المرة الثالثة هل تفقدون أحدا؟ قالوا لا، قال ولكني أفقد جليبيبا. في رواية أخي جليبيب يعني كمان يعني ذكره بلفظ الأخوة، ولكني أفقد جليبيب. أخي جليبيب أو ولكني أفقد جليبيبا، فابحثوا عنه، فبحثوا عنه في أرض المعركة
فوجدوه مقتولا رضي الله عنه وأرضاه، قد قتل بجواره سبعة. كان بطلا. رضي الله عنه. عشان كده شيخ عماد احنا اتكلمنا في اللقاء الماضي في الجزئية ديت، اياك ان تحكم على الناس بمظاهرهم. مناظرهم. انا قلت لك قبل كده شيخ عماد، واسمح لي ان اكرر هذا. تفضل شيخنا. يعني اويس بن عامر رضي الله عنه وارضاه عبد فقير بسيط من ابسط الناس، وفي بعض الروايات انه لما اتى الى المدينة النبوية كان جاي شيخ عماد راعي الغنم والابل والبقر لاهل المدينة، فلما وصل اليه عمر بن الخطاب قال انت اويس بن عامر؟ يعني انت الغلام البسيط قوي ده اللي عنده البرص، فقير جدا، ورغم ذلك يامر النبي عمر لو ادرك اويس بن عامر ان يساله الدعاء والاستغفار. سبحان الله، كم من مغمور في الارض مشهور في السماء. والله كم من مغمور في الارض مشهور في السماء. اياك ثم اياك، وانا اتكلم عن المشاهد الكريم، ان تحكم على احد بملابسه او بمظاهره او بسيارته او بمستواه الاجتماعي اطلاقا. إن الله يحب العبد التقي الغني القفي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجليبيب بحثوا عنه وجدوه بين القتلى، قتل سبعة من المشركين وقتلوه رضي الله عنه، فأتى إليه النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم. ده مشهد في غاية الجمال. القائد الأعلى يتفقد جنوده، بل يعني نضبة الكلام يتفقد إخوانه. نعم صحيح. عشان كده يعني أنا كان نفسي نتكلم، وإن شاء الله سيأتي معنا هذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله لما كانوا في الخندق. نعم. ويحفر النبي الخندق ورأى جابر خمصا في رسول الله شديدا، فعاوز يجيب لقمتين للنبي، فرجع بيته وشاف، سأل زوجته عندك إيه هنا البيت في إيه؟ ما عندك؟ قالت له ما فيش، هو عناق حاجة كده، معزة صغيرة كده اسمها يعني جدي صغير خالص، وشوية عجين وبتاع. بس لا تفضحني برسول الله، انت اخرك كده جيب النبي معاه اثنين ثلاثة وبس، ما تكترش عن كده. نعم. فلما وصل الى يا اخوانا، دي مش اخلاق النبي. نعم. ان هو الاكل يجيله او اللحمة تجيله وخلاص ياكل هو لوحده، وهو يسيب اصحاب اطلاق، هذه ليست اخلاق رسول الله. نعم. عشان كده يا شيخ حماد ما تزعلش مني، ما اعرفش توافقني ولا لا. عمر ما زعل منك يا شيخ. الله يبارك فيك. اسال الله فيما يرد بيننا. اللهم امين. اقول يا شيخ حماد، يعني نحن يعني نحيا الان فترة من الزمان، حتى اتكلم عن المجتمع الخاص، يعني المجتمع مش عايز اعمل والله مجتمع خاص مجتمع عام، يعني الله عز وجل يعني هو الذي يفضل بين عباده بالتقوى. لكن حتى من يعني نسبوا انفسهم الى الديانة والالتزام، ترى يعني حتى يعاملون يعني بشيء بكلمة مكيالين. نعم. يعني انا اعتذر والله، لكن هذا واقع ملموس بكل اسف. للاسف. طب لماذا؟ انظر الى رسول الله لم يميز بين نفسه وبين اصحابه، لا في المأكل ولا في المشرب ولا في الملبس. اتى اليه جابر وهمس في اذنه، يعني حاجه كده لقمه على القد يا رسول، يعني ايه معلش تعالى بس وقت معاك اتنين تلاته. النبي عمل ايه؟ نادى في الجيش كله، هلموا الى وليمه اخيكم جابر. نعم. رضي الله وليمه، حتى لما عاد الى بيته قال جابر قلت انا لله وانا اليه راجعون. والله صعب بصراحه. هياتي معنا ان شاء الله الحديث ده بالتفصيل، حتى ان امراته قالت بك وبك بك وبك، يعني ايه بقى؟ يعني قالت كلاما شديدا، يعني انت انا مش قلت لك، انا مش حذرتك الى اخره. عارف الزوجه بتحب دايما. نعم. بالذات لما يكون في عزومه بقى او هتضيف حد، ان تكون في امان، فلو جاي خمسه تطبخ لعشره، بحيث لو جه طفل ولا جت مش عارف ايه تبقى هي برضه. لما يجي لك جيش يا شيخ حماد، خلاص لما يجي لك جيش على راسه رسول الله وصحبه صلى الله عليه وسلم. هي طبعا كانت ترجو، وعلى فكره والموقف ده تكرر مع ام سليم وابي طلحه. خلاص. نعم. السيده طبعا زوجه سيدنا جابر، سيدنا جابر لما راى الحجر مربوط على بطن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منظر آلمه جدا جدا جدا. خلي بالنا حاجه، ان سيدنا جابر برضه كان به ما برسول صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله شيخنا هذا الحديث سياتي معنا المشهد ده بالتفصيل ان شاء الله، في لان يعني حياه رسول الله واخلاق رسول الله كلها محاسن وكلها بركات وكلها اسوه. اقول يا شيخ حماد صلى الله عليه وسلم، واختم بهذا، جليبيب رضي الله عنه وقف النبي عليه، وده الشاهد، قال قتل سبعه وقتلوه، اللهم ان هذا مني وانا منه. شوف انت بتتكلم وتقول لي اين اخي جليبيب؟ لا، قال اللهم ان ده واحد يا شيخ حماد في المجتمع ملوش اي وزن ولا اي قيمه تماما، ورغم ذلك يقول صلى الله عليه وسلم اللهم ان هذا مني وانا منه. فحمله رسول الله بيده، ولم يكن له نعش، يعني شيء يتحمل عليه، ولم يكن له سرير سوى ساعدي رسول الله، ودفنه رسول الله بنفسه. نعم. صلى الله عليه وسلم. مقطع لشيخنا الحويني على اليوتيوب اسمه يا له من عبد. نعم. يتكلم فيه عن هذا المشهد، عن رفعة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ولا يريد صلى الله عليه وسلم أن يميز نفسه على أصحابه. نعم. و
عاوزين يا شيخ عماد في دقيقة واحدة بس نختم بيها، يعني ازاي يكون المسلم متواضع؟ ازاي يتعلم من رسول الله التواضع؟ ازاي يكون متواضع مع زوجته مع اولاده؟ طبعا ده موضوع كبير جدا، بس عاوزين نلخصه في يعني كليمات مش في كلمات كمان، لان وقت الحلقة بكل اسف انتهى. معايا دقيقة ولا انت خدت دول بالدقيقة؟ اولا ده شغل ضمايط ده بقى. طبعا بالدقيقة يا مولانا. ربنا يبارك فيك يا شيخنا. اولا المسلم لابد ان هو يكون له في رسول الله اسوة وقدوة، ولا بد من إعادة مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس. ده شيء لازم في مساجدنا الآن. لابد من إعادة دراسة السيرة مرة أخرى. إحنا لو غاب عنك العلم أنت لن تعرف كيف تطبق. صحيح. فلابد من مدارسة مثل هذا. لابد من القراءة والسماع عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. زيد على ذلك، لابد أن الإنسان يكون عنده حسن الظن بالله عز وجل، وأنه كلما تواضع لله كلما رفعه الله عز وجل وزاده رفعة في الدنيا والآخرة. صحيح. ولابد أن ينتبه المسلم أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أديك بقى أضافة سريعة كده يا شيخنا ونختم بالإضافة دي. بالدقيقة بتاعتي؟ معلش بقى يعني تزود علينا. أزلنا لك. تفضل علينا. تفضل شيخنا. من أعظم الأشياء التي تورث التواضع في قلب العبد أن يخالط الفقراء والمساكين. أحسنتم شيخنا والله. نعم. أحسن الله إليك. عشان كده شيخ عماد، ما بعث الله نبيا إلا راعية غنم. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: الكبر والبطر في أصحاب الخيل. والرفق واللين في أصحاب الغنم. أتوجه بخالص الشكر للدكتور عماد قدري على هذه يعني الكلمات الماتعة والله، وأسأل الله رب العالمين أن يوفقنا وإياك إلى ما يرضيه، اللهم أمين، وأن يتقبل هذا السعي وأن يجعله خالص الوجه الكريم، اللهم أمين. كما أتوجه لإخواني وأخواتي المشاهدين الكرام ومن المشاهدات الكريمات بخالص الشكر على حسن استماعهم لنا، ونسأل الله رب العالمين أن يجمعنا في الآخرة على حوض نبينا المصطفى كما جمعنا هنا في الدنيا على سيرته وعلى سنته وعلى شمائله. إن شاء الله يتجدد بنا اللقاء في الأسبوع القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.